فبئس مثوى المتكبرين. بارك الله فيه وعليه، وربنا سبحانه وتعالى يجزيه عنا خير، احنا كلنا تأثرنا بصوته. الشيخ عبد الله أبكى الجميع ثم أضحك الجميع، فأضحك وأبكى في ليلة واحدة. هل تذكر لنا موقف؟ أنا ربما شاهدت لك قبل سنوات مقطع كان مشهور أمام الشيخ محمد والشيخ محمد يعقوب والمشايخ الكرام، عن الشيء الرجل الذي صلى خلفك. نعم حدثنا اليوم القصة مرة ثانية. كنت أصلي في أحد المساجد إماما بالناس، وكان يقف خلفي رجل كان صاحب فرقة موسيقية. نعم. ثم تاب الله عليه. نعم. ولكن بقيت رواسب الموسيقى والفن في رأسه، يعني كان حديث عهد يعني. نعم. فكان بيطرب سبحان الله للصوت الحسن، وطبعا متعود بقى على الدندنة والكلام ده. تراويح. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. وبدأت أقرأ الحمد لله رب العالمين، وإذا من خلفي يقول فقلت إياك نعبد وإياك نستعين. عيلي هو قال والله، وظل هكذا طوال القراءة، حتى إني لما ركعت قلت يعني الله أكبر. أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي أحبك ربي. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. أنا بدأت بالصبا أولا. أيوة دخل سيكا. انزل سيكا. لا قول صبا بعدين في السيكا. يلا هات. ولا تكونوا كالذين نسوا الله
ده حجاز، رحت على الحجاز. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ايوه دي الركوز على درجه السيك. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم. ده الصدق. طب كويس كويس قوي. عارف اجيب العجم؟ معذرة يعني اعيدها مرة ثانية واجبها. ماشي. فأنساهم انفسهم. احسنت، هو ده اللي احنا عاوزينه. الله الله، شوف العجم يطلع اللي فوق بقى، اللي فوق اللي فوق اللي فوق الصبع العجم. هو قوله بقى. أولئك هم الفاسقون. ده الصبع عشان نكمله بقى. نعم. بعدين شوفوا لا يستوي. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. شوف لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. أحسنت يا أختي الحلبة. أصحاب الجنة هم الفائزون. أحسنت. الله برافو عليك. الشيخ عبد الله أبكى الجميع ثم أضحك الجميع، فأضحك وأبكى في ليلة واحدة. كنت أصلي في أحد المساجد إماما بالناس، وكان يقف خلفي رجل يعني يبدو أنه متأثر تأثرا شديدا بالمقامات، إلى درجة أنه لا يسمع شيئا إلا ويقلد مثله كالببغاء لكن في المقامات، حتى في الصلاة. يعني العجيب أن هذا حتى في الصلاة. فأنا وقفت وبدأت أقرأ: الحمد لله رب العالمين. وإذا من خلفي يقول: أنا تعجبت جدا وتوقفت قليلا بعد ما بدأت الآية الأولى، خشيت الناس يقولوا نسي الفاتحة، فقلت: الرحمن الرحيم. قاعد لك هو. يعني قلت بقى مش هينفع، حاولت أن أنا أغير المقام لعله ما يستطيع أنه يعني يفعل غير هذا. مالك يوم الدين. قلت أعلو بالصوت تماما، وأحاول أن يعني آتي بأعلى جواب عندي حتى أسكته. فقلت: إياك نعبد وإياك نستعين. علي هو قال: والله. وظل هكذا، ظل هكذا طوال القراءة، حتى إني لما ركعت قلت يعني: الله أكبر. بعدما انتهيت من صلاتي قلت لأحد الإخوة بجواري: يعني ما هذا؟ من هذا الذي يعزف خلفي ولا حول ولا قوة؟ قال: والله يا شيخ ده بس يعني حب يعيش الآيات. قلت: إن هذا لو تدبر لرقص. فإنا لله وإنا إليه راجعون. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة I love you Allah.